سمكرتشي، وخاصة سمكرة السيارات، لأنه كثير أكو أنواع معروفة عن السمكرة، ممكن دراجات، ممكن بعض الأدوات المنزلية، وجاءت اسمة سمكرة هذا الاسم من الحديد. سابقا يطلقون على بعض المعدات أو الأجهزة الحديدية بالسمك، بمعنى سمك هذا الشيء، فأصبح هذا يعمل السمكري يغير ويعدل ويصلح هذا الحديد فسموه سمكري. ولكن الآن السمكري وخاصة سمكري السيارات أصبحت هناك معدات خاصة وأجهزة خاصة، وكل ما هو موجود في هذه المهن يتعاملون بدقة وحرفية عالية، وخاصة السيارات لأنه ممكن تسبب له مشكلة. وأكيد اللي يعرفون واللي عندهم سيارات، مشكلة السمكري يحتاج إلى وقت، خاصة يعني أعوذ بالله إذا صار حادث فلازم يرجع هذا الحادث أو هاي السيارة أو هاي الضربة بطريقة فنية ودقيقة حفاظا على سلامة المستخدم. إذا أحبت المشاهدين تعالوا ويانا خلينا نشوف مهنة السمكري. هذا نفس الكبسات طناني. شو استاذي؟ يلا نفس الكبسات. صارت هذا مو صحيح؟ اي عشتي ده. انا تعذرني بس شوي ده اتعلم شوي شوي. ماشي ماشي ماشي. تي 10 الطيني. تي 10؟ اي. هذا؟ هذا صحيح؟ اي. استاذ هاش بيها السيارة؟ هاي مدعومة من انا. مدعومة بكرنا. بس هذا الصوب بس؟ البدلة مالتها اي والفغلة مالتها. هذا رجع المكان. صار صار. قصرها هاي المكسات. صار لها حوالي 10-15 يوم، لأن حادثة كلش قوي يعني مو خفيف. السيارة كل ما يقوى حادثة كل ما تتأخر يعني بالشغل. لأن الشغل يعني دائما يكون شنو كفاءة 100% على مود السيارة تطلع من هنا شغلها حلو. عاش سيدك. طيب سندام يا مكسيتش. الزغير الزغير. صار هذا؟ هذا هذا اللي صار. هذا؟ شو الفرق هذا عن هذا؟ هذا شغله واحد وهذا واحد. هذا مكانات زوايا حادة وهذا لا، دائما يصير بيه دور، المكانات اللي بيها دور هذا يسويها. اسند لي ستار. يلا. يلا. اللي بالك كم شهور على ما تتعلم. استاذ هاي الدقه هي اهم بها لازمه خاصه وخاصه خاصه مو بس ايش طب 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 كل ما هذا البليت كل ما تطي زايد دقه زايد ينفخ، كل ما الدقه قليل كل ما يرجع المكان الاصلي، ودورات الضربه البليت من الحادث يطي من نفسه، لازم بالحراره ترجعه مثل ما كان، ترجع القياس اللي تريده يعني لك. لازم انت اول شيء العفو ولو قاطعك يعني لا خليني احكي بتعلم ليش قاعد تشك يا حبيبي يعني انت اول ما تجيك السياره لازم تفحصها قبل اي شغل اكيد لازم تشوف شغلها شنو ايش تحتاج اليوم ناصر شوف مكان ضربتها وين قياساتها شلون هيك هذا السندان له وزن كل سندان له وزن ولا قياس ولا شغل ما في سندان يختلف عنه اخوي يعني كليتهم هذه المكانات اللي تشتغل بالزوايا ايه بالضبط هيك زين الزبون شلون تقول له السعر يعني من البدايه؟ لازم تقول له هاي ترى تكلف هالقد لازم سيارتك تشوفها تشوفها وتشوف حادثها وتشوف قياس شغلها تعامل على اساس اللي هي تكمل اللي هي 100% مو بس يعني يمي سياره لها حداديه ولها صباغ ولها فايبر صحيح اي ايش كهربائيات يعني ايش السياره تتقسم شغلها مو كلها يعني يمي 100% استاذ زين هاي الخبره يعني صار لك ايش قد بها هاي مو اكيد هاي النظره والضربه يرادها فتره المهنه بحر يعني شو ما تتعلم بعدك تريد تتعلم وتشوف شغلات تتعلمها 100% بس يعني لازم من الطفوله اي لان لازم تريد تضبط شغلك وتحب شغلتك لازم من الطفوله يعني متى تجيها فت سن انت كبير تتعلمها على مود تقدر تضبطها 100% وتتقنها هيك من شو وقت انت تتعلم ايش قد عمرك يعني من الابتدائي ويا صديق ويا والدك لا ويا استاذي اخوي الكبير كبير. زين يفرق حديد قبل عن حديد هسه يعني 100% قبل كان الحديد وكانت متعبة السيارات أكثر. متعبة اكثر لان شنو؟ هسه تبوع السيارة عبارة عن كفرات يعني قبل لا كانت كلها حديد يعني كان الدعامية وكان البنيد كان هسه اكثر السيارات البنيد يجي بها فافون
يعني قاموا هم السيارات قاموا يغيرون بتقنياتهم. هاي مو تأذي السيارة، هي لو هو مصلحة المصنع. هو بعد المصنع هم اللي مختاره هيك بعد يسوون، يعني هي السيارات استهلاكية دا يسوون، ما يسوون مثل قبل. حتى يبيع. حتى إيه حتى يمشي شغلهم بعد هم هيك قياساتهم بالشغل. هاي استاذي؟ لا اي خاشوقه نجيبها مريضه. هاي يسموها خاشوقه؟ اي خاشوقه. لا يا هو استاذ. لاني كلنا نحفظ انت ترى هالمره اقول لك بعد ما اقول لك. اي صار استاذي صار. تعال خلي بالك على الشغل هنا نضل مثلي اللي بالغراب. يلا العفو. دائما اللي تجي تعرف اسالني بي على مود شنو ما يصير عندك غلط. اي صار استاذ. ولو تعبك ولا سلمك. لا ما تتعبني بالعكس. شغلنا اللي هنا يختلف عن الشغل الدول الباقية. احنا هنا صار موضوع عندنا اهم شيء موضوع الصبغ ما يصير. يعني سيارة من يصير فيها صبغ كل ما يقل من سعرها. بالنسبة لغير دول لا عندهم موضوع الصبغ كلش عادي. فتلقانا احنا كلنا نعدل على البارد اكثر شغلنا. بارد. ان كان بالداخل ان كان بالخارج. يعني ستحت بواحد هذا البنيد مثلا. هذا البنيد احنا اواجبي بالشيالات. ما فتحناهم. ما فتحنا البراغي. حمينا الشيال. بسبب شنو البراغي ما ينفتح. من فتح البراغي حصل هالقطعه متبدله عند الطرف المقابل اللي راح يشوف. يعني كل دوله وكانه ما عندها قياس خاص. نظرتها خاصه. لها نظره خاصه. ايش زين هي نسبه التصليح يعني تجي فيه مثل الاول؟ والله لو كل واحد حسب شغله حسب شغله بالمصلحه. اي حسب شغله بالمصلحه يقدر يرجعها 100% يقدر يخلي بها تفرعات اللي هي السياره ظل بها الاولى او شيء. زين استاذ يصير مشاكل مرات ويا الزبون؟ اكيد اذا صار اختلاف بالاتفاق. شلون؟ هذا شيله منه انا استاذ جورج لك قاعد كساد يتعثر فيه شيله منه. هاي مره ثانيه صار دا اقول لك. هسه هاي شنو تسوي؟ شلون تقيس؟ هذا لازم تشوف قياس المربع مالتها. ها ايش قد مختلف؟ مضبوط ما بيه؟ عاشت ايدك. حتى تعرف الانحناء او هذا لازم البنيت ينزل هنا يفيد على القفل على مود شنو قياس اللايت قياس الشباك كله يقعد ما بي اختلاف فتحاته يعني كلها متكامله وكانما هذا قياس شغلنا انه تعال ستار الناس اللي بشعين. يلا زين شلون تتعامل ويا اللي يصير الطينيه صار عندك مشكله وياه الزبون شلون تتعامل وياه مثلا يحكي على السعر يقول لك معود هاي هواي انت ايش سويت هاي شلون لا ما له علاقه هو كل شيء قلت لك هنا لمصلحتك انت شنو انت لا تخلي مجال لو السيارة الطيبة يعني انت يسولف وياك بموضوع السعر. انت هو يعرف شغلك ويعرف يعرفك انت شنو لا يسولف وياك بالسعر. قل له اريد هلقد اطلب اللي تريده انت. بنفس الوقت شنو تعطيه شغله 100%. تبقى اذا انت تتلكي بشغلك هذا موضوع ثاني. لانه هو جاي على سمعتك على شلون؟ لا شلون اليوم شغلك كله بسمعته ما عندك فشي يجيك عابر سبيل. انت مو بياع مثلا بياع عادي. صح. اي. يعني من يقولون اسطى قاسم بعد خلاص لازم تعرف شغلي تعرف وسعري مو هيك دا اغلبك لو دا اغش ما بيغلبه واحد يخلي الله فوق عيونه يعني ما بيغلب هاي شنو استاذ ايش راح يسوي هذا هنا ايش يسوون هذا عندنا بيه تعديل هنا شوف وين هذا كان ملغ بيه تعديل على مود الباب لا تتاذى حاشيتها بالتعديل وكذا تلزق على يتيه في سبيل شنو يصير عندك بس هنا المكان اللي تريده انت بالاخير تشيل راح يصير عندك كل شيء تحميه من الضرب وما ضرب ان شاء الله زين هذا رجع المكان صار صار تريد هاي الخاشوقة؟ طيني يا خاي زين جهودها هذا تعبها شنو أكثر شيء؟ تعب ما أكو شيء ما بيها تعب إذا ما أدري هذا الشيء صار صار أنت تخلص منها شغلك بعد تختمة تشوف بعد من يجي وراك فيجي فيه ترى يكمل شغلة المحرك وكذا أيه. تروح للصباغ يكمل شغلها من الصباغ شد لايت شد دعاميه شد كذا امورها كمالياتها طمر بازاتها حلو تجهز من يومك بعد السياره توكل بالله راح تطلع نتيجه ان شاء الله كلش حلوه عندك جيب لك مي استاذ تعبت؟ اي والله جيب لي مي
قلم وشاكوش حبيبي. يلا وينك؟ صار استاذي. تفضل استاذ. تفضل. هنا تحتاجين؟ صار. استاذ شفتك ما اخذت المي اذا ما كملت الشغل. لا شلون؟ يعني الموضوع يراد له دقة واستمرارية. لازم انت تشتغل، خلي بالك كم شغلك، ما تخلي بالك غير امور. لا يم تليفونك، لا يم غير سالفة، لا ما، إذا عندك غير سالفة رح نام بالبيت، عندك جاي أمي. على ودنا لان شغل السيارات وشغل عملك مسؤوليه، ماكو شيء يجيب الهين. هم يفيدك هم ما تنسى شيء برقبتك، يعني انت من هنا تشتغل بالمحل انت ملزم من كل شيء. صح. مسؤوليه يعني مو شغله هينه، عرفت؟ لا مو محل تسد الكبنج وتروح، لا، السيارات لازم تتاكد من عندهن، روس الباتر تشيله، الضوء الداخلي لازم ينطفي، اكو امانات بالسيارات، يجي انغراض بالسياره ذن لازم واحد يحافظ عليهن. يعني وايد تفاصيل، يعني شغلنا امانه، امانه الناس وبالنسبه للسياره اصل امانه. صح. يعني هذا البرغ اذا ضاع من عندها وبرقبتك صار حرام عليك. ذن كل الامور خليها ببالك في ذنك. معناته انت ما تحب الهواي الصناع؟ مو ما احب، وانما يجون صناع هنا ويبطلون ما يقدرون. لان الصانع هسه الطي شنو؟ الطي في حاله واحده، الطي يلزم تليفون والليل كله سهران. لو مو 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 من النوع هذا، لا لا ان شاء الله فما يقدر يقاوم هنا. هذا الطي شنو؟ يحط فلوس بجيبه امه لو ابوه ويظل نايم ل 11 ل 12، عرفت ولا؟ ولازم التليفون الليل كله من هالباب، بالتالي يتندم استاذي. هو الخسران اليوم. قلت لك البشر اذا ما عنده شهاده او ما عنده صنعه هو اللي يتاذى، بالتالي يظل منا ومنا ما يدرون يطوجه. يوميا تلقى مكان واقف وما يقدر يشتغل، بالتالي هو بعد ما عنده قابليه للشغل. صحيح. ايش؟ هذا الحكي اللي احكي ترى هم لك، يعني ايه ان شاء الله خليه ترجيه بنانك، مو عمو منا وتطلع منا انا وش. ان شاء الله اتعلم. ستاق قلم وشاكوش تعجب لي هذا. زين استاذ تجي من غير محافظات يعني ناس؟ تجي. يعني هسه انا عندي معامل حتى من البصره حتى من الشمال، عرفت ولا؟ يعني عندي من البصره نفس الميناء، يعني مال البصره يجون الناس، يجون على الكلام وعسهم عليه. يعني اكثر اهل البصره هم هنا عايشين، يعني هسه بهالوقت هذا كان عندهم مواكب او بيوت يجون يزورون هنا، او بيوت عندهم مشتريها يجون هنا. فتلقاه يجي مثلا بالحالتين يعني يقول لك انا هم اكمل شغلي وما جد بالنسبه للزياره وكذا. ايه هيك ارفع لي هذا تعال. هاي كامل منه؟ شوف حبيبي بس تعال شوف حمودي سباوي، هذا كله صفه وقاعد على حسب الاصول ما شاء الله، كلش كان مالي. هسه وين ننتقل؟ تعال لهناك بعد. مو عبالك منه وانتهيت، هي مو الضربه منك بس هذا كله يسحب. لازم اكيد قل فعل ولا رد فعل، مو هي السياره كلها قطعه واحده، فلو تقيسها كلها قطعه واحده. صحيح. شيء مرتبط بشيء، فمن تتعذى منك لازم يصير عندك فد اختلاف في الشيء. ولا هاي دقه عمل استاذ. طب اسند لي يلا ستار، يلا اسند لي. احمد شاكوش اكبر من هذا. وين شاكوش ثاني؟ يلا بوي. وين صرت؟ هذا شاكوش؟ لا اكبر من هذا. اكبر من هذا؟ ايه مال التصفار. وين؟ تعال شوف من هاي الصفحه. صار الثاني. يلا يا ابوي تمشي عاد. صار استاذ هذا؟ اي عشت. تعال شوف هسه هاي. طيب هناك من طخت صار عندك هنا، صار عندك خصر. تمام، من انسحب ذاك هذا انسحب، فلازم الصفه يتعدل. يلا بس الصفحتين بسرعه. ايش قد هي القياسات كامله؟ شوف استاذ قياس الباب على الخمسه. يعني 95 95 لازم كلها 95. عبر من هذا استاذ، هم اختلفت انواع الاجهزه؟
بالشغل. قبل كان الشغل محدود مو مثل هسه. هسه قام يجي فد امور وفد شغلات اللي هي قام تفيدنا انه وتسهل لنا موضوع شغلنا. شلون؟ قام يجي هذا موضوع اللزق، موضوع السحب اللي حراري، موضوع اللزق، موضوع الفام، موضوع الجقات، مو مثل قبل. قبل كان كله دق بالايد تعب، ماكو فشي اسمه ما يصير. هسه لا، يعني مثلا القطعه اذا تعبانه ابو سياره يقول لك انا ما اريد اروح اجيب جديد احسن من ما كنا قبل نعدلها. اذا كانت هي قبل تضطر تعدلها ماكو ماكو تبديل، ماكو قطع غير، غير ماكو. هسه شنو قمنا يعني شلون اقول لك، بنفس الوقت موضوعنا للشغل صار اسهل وبنفس الوقت صار احلى. يعني القطعه من كانت قامت تجي جديده قبل تجي تشدها، حتى هي غيرت شكل السياره، حتى انت ترتاح من يمك نفسيتك تطمئن بالنسبه لو في السياره تشوفها يعني رجعت سيارتها مثل ما كانت. لان موضوع الشغل بنفس الوقت كلفته وتعطيله وتاخيره يصير هذا شنو اكتئاب لابو السياره، يعني يأذيه ضوجه، يعني سيارته ما تجي مثل ما هو يريد. يعني اكو ناس عندها حاسه بنفسيتها تتعب. ماشي زين، كل نحسبه نشوف غير شيء. هذا الحراري هذا شلون تعرف هذا كاي السياره؟ تعرف الاجهزه الحديثه كلها؟ ان شاء الله حرارتها على شلون ترتفع. تفضل استاذ. ها ستار الله يساعدك، شلون؟ ها سويت انا؟ يلا. يلا. استاذي هاي المريضة أنت دكتورة سواها، هذا هم معالجة. هاي سيارة مضخوخة بكم؟ شنو خادمتك؟ مالتها. من ورا واحد داعمها، فسيارة مقابلها صار ضربتين. ضربتين. اي. زين هذا براكيتها فافون، انتبه عليه، هذا فافون مو حديد. هذا لازم ينحمي، يلا يقدر نعدله. مو مثل الحديد، الحديد لا، قد ما تسحبه ما تخاف من عنده. نفس الوقت بدله مالته شنو؟ مو حديد، فايبر جلاس. هذا فايبر جلاس، شوف هذا طاقه. اي طاقه كلها طاقه. هاي على مشين تبريدها بلادي ليطلع الغاز زين. والمي مالتها بلادي، لان السياره استلام شركه استوها. خلي ببالك هاي الامور لاني افهمهن يعني. فما نقدر نطلع الراديتر ونطلع الغاز ونطلع المي البلادي، حريمه ما تسوى. راح نسحب البراكيت ونسحب البدله، ابو الفايبر يصلحها ترجع كما كانت. هذا حافظ عليه، هذا الموجود. شوي ستار قوي اليد مالته، قوي قوي. هذا راح تاخرك هذا حتى يفك شويه. اي حتى شويه يطيح حراره شويه. خلي يسحب احمد ستار. هذا الجهاز شو اسمه؟ هذا مال سحب. شويه طق لي طقتين بي. يلا يلا نظل نايم لي لهنا. اي اسحب بعد وحده، رجع لي جوا وسحبه. اي استاذي خاف اخرب السياره. ما اشتي لك كاب استاذي. ابو السياره تعذرني انا. يعني معناته شغلنا ما في مجامله. مود شغلك لازم لا بالعكس. تشتغل باللي انت تريده. بس انا ما اريد اشتغل لانه بعدني جديد خاف اطق. لا مكانك لا تشيلها ماي الامور كلها. زين ايش قد العمليه تاخذ لها وقت؟ تاخر كل ما على كيفك، كل ما تجي باللي انت تريده. لان شغلك كل ما باستعجال كل ما بتطلب عند راس خير. معناته ماكو وقت احنا بشغلنا. ما ابي وقت. ما ياخذ وقت ياخذ. اي شغل اللي انت ببالك واللي تريده. احمد حبيبي. شوي اعطيه خليه يسحب. يلا احمد شوي سحبه سحبه واحده. يا الله بسم الله. بس طق رابعه شوي. بعد واحده. سحبه اللي فوق زايد. ايه كاف عفوا. عشتي له. ويدك سالم. طبعا هذا كان الطبه مالته كلش اخر من الراديتر مال التبريد. بس احنا شنو بنص ولا ساعه في السحب، اريده شنو براحه راحته يجي يعني مو فشي فوق على مود في سبيل لا يطق. هو هم الفافون يطق طاق شويه من جوا. هذا شوف هذا هذا مال اثر الطبه مالته. صح. شلون تعرف استاذي هسه؟ هاي من خبره، هاي نظره. هذا انسيابيته لازم تجي بدور خفيف، ما يجي لا عدل ولا طاب. بدور خفيف ما يقبل غلط. هسه هو اصلا طاب جوا. اي طاب بعده يسحب شوي شوي. لازم عدل وشويه ما يصير عدل شوي في شوي دور لي برا. اي هذا هم مالتين يرجع ينسحب. هذني فتحان يتعدلن، هذني هاي تتعدل. شوف هاي تنحمي منها ترجع تقدر تتعدل. صحيح. اي هيك. شنو بعد عندنا؟ وراها تطبع بونيتها تعال رايك الضربه من ورا مالتها. هناك. تعال احمد. عين استاذ. مو تعال شوف هسه السياره. قلت لك هاي ضربت من الامامي ومن الخلف. تعال بابا. شوف هسه انا شنو عندك؟ بالنسبه لشاصيها، انا شاصيها متعور. شوف الصفحه الثانيه شلون متغيره، تشوفها؟ شوف هذا العواج اللي بيها. رايحه لهناك صاعده. فماكو فشي من يتعور صفحه ما تتبدل الثانيه. لازم كلها تشوفها. وهاي الجنطه باعها، هسه شلت من عندك انا اريدك تبدلها. هاي منتهيه ما بيها. لازم تبدلي، جايبين لها قطعه جديده. فؤاد. نعم.
تعال انا تعال بدل الجنطه انت احمد يلا حمودي صارت زم الجنطه منا باك كمشتك شلون حبيبي هاي منا لزمتك ومنا منا ومنا حتى نطق بالجامعة منا ومنا يلا صح خليك تلزم لك منا يلا نفس اللزمه اللي قلت لك صارت هذه اي عشت ايدك هاك هاي جبنا لها جنطة جديدة على مود شنو؟ هم بنفس الوقت نشتغل الداير مالتها على موجب الجنطة، على موجب الاطار مال الجنطة الجديدة حتى يصير حكم السفيفة عندك 100%. حلو. طبعا انت هذا تقول له لابو السيارة. لازم كل التفاصيل هذه تفهمها. قول له يابا هاي ما بيها مجال بعد. يلا نجيب الجنطة الجديدة. صح. وين الجنطة؟ هاي سن. يلا احمد لا تظل تفرفر مكانك، شيل وياه. صار سادي. نفس اللزمة؟ شلون فهمتك إيه؟ بسم الله. صحيحة؟ اي خليه عاشت ايدك. انا هسه ما اشد انه حتى ما تعبه. انت هسه بس الزم. اي بس باوع، من تضبط موضوع لزمتك، موضوع شدة البر ذاك الوقت انا اخليك. سادي هو هاي من يجيب القطع الغيار يعني؟ تبلغ لابو السيارة ولا انت؟ لا عند الوكيل. او كاتب السياره هو اللي راح يسوق يعني او كاتب يقول لك لا انت على ما عرفتك جيب يعني كان اتصالنا ويا الوكلاء قل له اريد استقامه مال فلان سياره ويكمل توصل له تعال اتركها تعال شد الصفحه الثانيه وبس سيارة تقول ترى هاي سعرها هاي احسن لك ما هي كلها وصولات وقوام يعني ما تقبل غلط اروح من هناك ولا لا؟ لا بعد بعد ظل كوتك انت عاشت ايدك تعال يا ام احمد بس خلي افهمك صار شوف هسه هذا موضوع هاي السياره شوف هسه بدل تلقى طاب بند ايه؟ هذا المفروض تعال من هنا هذا المفروض هسه شنو؟ هذا لازم كله ينسحب هذا لازم هسه كله شنو؟ نفس هذا كلياته لازم ينسحب يطلع نفس ذاك الجهاز؟ نفس ذاك الجهاز بنفس الوقت عندنا جقات من جوا نخليهن ويا السحب دفع دفع عليها عرفت لو لا؟ على مود تصير شنو شغلتك؟ بقد ما انت على موجب الضرب بقد ما هو راح يطلع عندك ونفس الوقت ما يتعبك، ثاني وبعد هذا الموضوع من هنا راح هو يتعدل من كيفه، يبقى عندك مكانات كلش بسيطه تعدلهم به. لان هذا هسه من طاب داخل شنو صاير عندك هذا؟ ساحبه اي ساحبه، هذا من راح ينسحب راح يجي وياه؟ اي راح ياخذ راحته اي، هاي المعلومات خليها ببالك، في سبيل انت شنو؟ من اريد من عندك شغله انت تقوم تفهمني بها انا بعد ما اضل لا العفو استاذي تبقى استاذي تبقى استاذي ايه؟ انا ان شاء الله ابقى انا شو اريد من عندك؟ اريد من عندك انت بس اهم شيء تفك عينك ان شاء الله واريد من عندك شنو الامان والثقه والاطمئنينه ونفسك عصر. تكون ابيه بالنسبه لابو السياره لا تضوج ابد من شغلك من الضوج من عندك ما تقدر تشتغل صار استاذي خلي بالك طويل وخلي نفسيتك مرتاحه بالنسبه راسي. من تجيني انت بكل نيه صافيه هذا اللي اريد من صار استاذي يمك وياك انا ان شاء الله وحده وحده ولو تعبك شويه لا بعيون بس ان شاء الله اطلع من عندك قسطه ان شاء الله ان شاء الله بك خير وتدلل اللي يشوف عيوني اشوفك الله يخليك رحم الله عليك استاذي ما تقصر الله يسلمك ويديمك حبيبي